قالت الإذاعة الوطنية الجزائرية إن الجزائر رفضت طلباً تقدمت به فرنسا للسماح لطائراتها بعبور الأجواء الجزائرية لشن هجمات عسكرية ضد الانقلابيين في النيجر. في اليوم التالي نفت قيادة أركان الجيش الفرنسي تقديم فرنسا طلباً للتحليق فوق الأراضي الجزائرية. نشرت بعد ذلك ادعاءات مفادها أن طائرات عسكرية فرنسية عبرت بالفعل المجال الجوي الجزائري متجهة نحو النيجر، وأرفقت تلك الادعاءات بلقطات شاشة من موقع فلايت رادار 24 تظهر طائرتين تعبران الأجواء الجزائرية. فما حقيقة هاتين الطائرتين؟ باستخدام بيانات موقع فلايت رادار 24 وجد مسبار أن الرمز AFR754 يعود إلى طائرة مدنية من طراز بوينغ تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية. وبتتبع مسار الطائرة يتضح أنها لم تعبر المجال الجوي لدولة النيجر، إنما أقلعت من باريس واتجهت عابرة الأجواء الجزائرية نحو مالي، ثم بوركينا فاسو وتوغو وبنين ونيجيريا وغينيا الاستوائية، قبل أن تحط في العاصمة الكونغولية برازافيل. بعد توقف الطائرة في مطار برازافيل لنصف ساعة، أقلعت منه في الساعة 46 مساء بتوقيت غرينتش باتجاه عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا، قبل أن تحط في مطارها في الساعة 18 مساء بتوقيت غرينتش. وبعد قرابة ساعة حطت الطائرة في باريس في الساعة 56 من صباح يوم 24 من أغسطس عام 2023، وعبرت في طريق عودتها المجالات الجوية لكل من الجابون وغينيا الاستوائية ونيجيريا وبنين وبوركينا فاسو ومالي والجزائر، متفادية المجال الجوي للنيجر. أما الطائرة الحاملة لرمز MMFMED1 فهي من نوع إيرباص، مصممة للنقل والتزويد بالوقود وتابعة لحلف الناتو. قامت الطائرة برحلتين إلى النيجر، كانت أول رحلة في تاريخ 23 من يوليو عام 2023، أي قبل 3 أيام من الانقلاب العسكري في النيجر. انطلقت الطائرة في الساعة 10 صباحاً من قاعدة رامشتاين التابعة لحلف الناتو بمدينة كولين الألمانية، قبل أن تعبر المجال الجوي الجزائري وتحط في العاصمة النيجيرية نيامي في الساعة 1:53. وتوقفت الطائرة في مطار نيامي قرابة الساعة قبل أن تعود إلى ألمانيا مروراً بالأجواء الجزائرية مرة أخرى. أما رحلتها الثانية فكانت في تاريخ 21 من أغسطس عام 2023، إذ أقلعت من كولن الألمانية في الساعة 2:00 مروراً بالمجال الجوي الجزائري، وحطت في العاصمة نيامي في الساعة 8:32 مساءً، ومكثت هناك نحو 1:15 قبل أن تعود إلى ألمانيا مروراً بالمسار نفسه، ووصلت إلى قاعدة رامشتاين في الساعة 4:19 من صباح اليوم التالي. بعد هذه المعطيات، برأيكم هل سمحت الجزائر لفرنسا باستخدام أجوائها لضرب مواقع في النيجر؟